موجز الثالث، أهلا بكم. تحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول نذير العربوي اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري بالعاصمة على افتتاح أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني الذي ينظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني تحت شعار حوار مواطنة تنمية. وسيكون المنتدى الذي يحضره مستشارون برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة ومسؤولو عدة هيئات ومؤسسات وطنية، سيكون فرصة للتطرق للعديد من المواضيع أبرزها الحوار الحر كأداة للمواطنة الفاعلة والمشاركة في التنمية المحلية. مراسم الافتتاح ميزتها كلمة رئيس الجمهورية والتي قرأها الوزير الأول، أكد فيها أن النشاط المتواصل والمكثف للمرصد الوطني للمجتمع المدني بمختلف الفعاليات يمثل تجسيدا للرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تكريس المجتمع المدني كشريك فاعل قادر على تحمل المسؤولية في المشروع النهضوي للبلاد. إن النشاط المتواصل والمكثف للمرصد الوطني للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات والندوات المنظمة عبر مختلف ولايات الوطن وصولا إلى هذا المنتدى اليوم يمثل حقا تجسيدا لرؤيتنا الاستراتيجية الهادفة ولأول مرة في تاريخ الجزائر إلى تكريس المجتمع المدني باعتباره شريكاً فاعلاً قادراً على تحمل المسؤولية مشاركاً في المشروع النهضوي الذي التزمنا به من أجل تعزيز نسيج المؤسسات لتقييم النشاط العمومي خدمة للمواطن إيماناً منا بالمكان الراقية للمجتمع المدني وبدوره الحيوي في المساهمة في نشر وتعزيز قيم المواطنة وتعزيز العمل التطوعي الصالح في جميع المجالات تحقيقا لأهداف التنمية الوطنية. رئيس الجمهورية أكد أهمية العمل من أجل ترقية التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والهيئات الاستشارية من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المنسجم والمتكامل. حكومة مطالبة بمضاعفة الجهود لتعزيز مكانة وإسهام المجتمع المدني سواء على المستوى المحلي أو الوطني في إطار المرافقة الدائمة له والتجاوب معه. في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن السعي إلى ترشيد الجهود وتوحيدها في ظل تنوع المجالات التي يشملها نشاط المجتمع المدني يؤكد أهمية العمل من أجل تطوير أطر التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقي الهيئات الاستشارية والتنظيمية المجتمعية من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المنسجم والمتكامل، الأمر الذي سيمكن من تعزيز القدرة الجماعية على الاستجابة لمختلف التحديات ويساهم بقدر كبير في ضمان التكفل الأفضل بانشغالات الكثير من فعاليات المجتمع المدني وتطوير قدراتها وتوسيع نطاق تأثيرها. هذا وأكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، أكد أن الديناميكية التي يشهدها المجتمع المدني نابعة من الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية الرامية إلى دعم المشاركة الشعبية والمواطنة الفعالة. سيد رئيس الجمهورية الذي أضفى رعايته السامية واللي هي جزء من الالتزام الأخلاقي والسياسي والمؤسساتي وأيضا تجسد رؤية السيد رئيس الجمهورية بمنظومة أفكار وليست فكرة بل منظومة أفكار متناسقة لديها القدرة في فقه ووعي التحولات الدولية وأيضا لديها فقه ووعي في السياق الوطني والدولي الذي بموجبه جاءت هذه الموجة من الإصلاحات، الإصلاحات ذات الأهمية البالغة لترافقها هذه الرؤية السياسية لجعل ديناميكية المجتمع المدني التي تأسس بموجبها المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب كوعي لدعم المشاركة الشعبية أو خليني أقولها بلغة عالمية المواطنة الفعالة. وبالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، انطلقت اليوم فعاليات الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كوسوب الذي خصص للإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي كآلية مبتكرة لفائدة الشركات الناشئة في إطار جهود الدولة الرامية إلى توفير آليات تمويلية بديلة وملائمة ضمن الديناميكية التي تشهدها الجزائر في مجال التكنولوجيا المالية. الملتقى الذي تنظمه لجنة تنظيم عمليات البورصة
ومراقبتها بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة يسمح بوضع برنامج متنوع لتعزيز الحوار بين المؤسسة المالية. وبالمناسبة أيضا أعلن وزير المالية العزيز فايد عن الإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي للمؤسسات الناشئة الذي سيسهل عبر منصات رقمية توفير الموارد المالية ودعم المبادرات المقاولاتية. احتضنت اليوم المحكمة العليا فعاليات الملتقى الوطني حول الفعالية الناجعة في تسيير الملفات القضائية من تنظيم مركز البحوث القانونية والقضائية بالتعاون مع وزارة العدل والمحكمة العليا. ويناقش الملتقى ملفات تتعلق بتسيير وتصفية المحجوزات وطعون النيابات العامة بالنقد في المادة الجزائية بمقاربة جديدة تعتمد على التحكم في الطعون بالنقد كما ونوعا. اللقاء يهدف إلى تبادل الآراء وإزالة العوائق ضمانا لتسيير الحسن للملفات القضائية. بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة تختتم اليوم فعالية الطبعة 31 لمعرض الإنتاج الجزائري تحت شعار المؤسسة المنتجة أساس النمو والتطور الاقتصادي. وسعت المؤسسات والمشاركة طيلة هذا الموعد الاقتصادي إلى التعريف بمنتجاتها والاحتكاك بمختلف الفاعلين خصوصا ما تعلق بالتقنيات المستعملة والتكنولوجيات المتوصل إليها فضلا عن عقد شراكات متنوعة. هذا وشهد المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزوار للتعرف على مختلف المنتوجات المعروضة التي حظيت بالإعجاب والثقة نظرا للمستويات العالية من الجودة والنوعية والتنافسية. بالأراضي الفلسطينية المحتلة ولليوم 78 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الوحشي على مناطق متفرقة من القطاع لتطال الآلة الدموية الصهيونية منطقة البريج وسط القطاع مخلفة أكثر من 5 شهداء وعديد الجرحى معظمهم في حالة خطيرة. هذا وتواصلت فجر اليوم سلسلة الغارات المكثفة على مخيم النصيرات ودير البلح وخان يونس ومنطقة بني سهيلة خلفت عشرات الشهداء غالبيتهم أطفال ونساء. كما وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة. يحدث هذا بالتزامن وقطع الصهاينة للتيار الكهربائي على عدة أحياء من قلنديا وشمال القدس واعتقالها لعدد من الفلسطينيين. إلى ذلك أكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار يطالب بتوسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخرها من أجل الوصول إلى وقف العدوان. ختاما وفي المشهد الثقافي انطلقت سهرة أمس بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي فعالية الطبعة 16 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف. الطبعة التي تأتي تكريما وتقديرا لمسيرة الفنان الكبير سيد أحمد أقومي أحد أعمدة المسرح الجزائري استهلت بعرض فني مسرحي بعنوان فضاء النجوم ضمن عدة أعمال مسرحية متنافسة على جوائز المهرجان. ختام الموجز إلى اللقاء.